هيالا هيالا ايه هيالا ايه هي او هيالا ايه هيالا ايه هيالا ايه هي او تاريخ دو اموغي كل كارات شاي ماغا عيدا مغنى بادن كسو هلا ياني قومي هندي سنتي وحن كلام ديون اغليغا اوغا من قرشابا مقدي كوما قرين وحن مالين راديابا magacadu waa guulinay meel qurxoon tahay wa magala madaxdi dalko wala ma hadshay waxa jeclahay in macnaha in muqdisho macnaha marka arko macnaha quruxdeeda say u dhisanta marka arko qalbi la ay qabo waayo سري جبنا معناها اول مره ارجل وانا احجر لا تسالت مرتها سري قرقر حناي او شكو يا نظرتي افتهم ماي وعاصمتها سري او لسنت امرك اركو قلبي لا معناها وكو فرحه سعاده معناها ولو فرحه عادت مقدشة الجن معناها وحي آد ولهلان قفتي معناها مارتي بنديك وسمايو قفتي معناها دواتر تان فنان أو معناها أو إمارو أو معناها أو تياتر كآيرو كلا ولا جعليها ولا صوت لوينا بنيك قفك سميو كلا سيرو كلا ولا صوت لوينا وحياوة سجعلين سوماليلا وحياوة قصر كبرن أو شعبتنا ده برن إجعلين وحياوة أنا أسمينا يو وحياوة أنا إسكو تحلوجي معناها هبين إيمان وأسو جيري جيري معناها سيئة كبرتو مروح إلهان إن جي جي جانا سكيت أهان مروح إلهان جدلي إلهان مرنا حدهن أجي لي مر بسيء لي لا تسعيال تسير بلنا وحد أهان على قدرك أنا مستقبلك وحاجة على هنا معنا معنا من سرية ومعنا مارتي وحياة بنو هذي سنة أنا هتا معنا أقول لها بو لا بس كبوب لها أنا وجوله بس كبوب لها ها بس منو قلص دلين يا رم ما قال ذا قلبي هي مرابة فلين ملا حيسيقي يا شيكا دي يوم مرابة فلين قاسا مصلحة ذا فنان انت يوم مرسكي يا هستا معاني يوم معان لغو داري يوم متشاشا دلين تا I have 5,000 friends in Facebook because they like how I put the thoughts and the events. Very interesting for me what I'm doing every day. Hey, what thing to check in on it? The show you have. محمود عبد الكاب هذا هو سينب محمود عبد الكاب وحتى عرورتي هاي عرورتي دي باتها وهي دا وهي قريوتي حتى أنا حتى النفط يعني النفط وجرته هو النور هذا كان وحن قورة جينا يعني إلهي وخير غباك وسيو ضد يديك وسيو عمري الله وسيو ونكوت عينا يا صلاة أنا هاسكدين ندوكيكو دقناو يا توب توسان إلينا حن قريجينا يا طريقة أنت نيدا جعش إني ذا يقصو إن شاء الله جامعتي ذا إمام يونيفرسيتي وأنا كدكتور إنترناشونال ريليشيب ديبارتمنتي إحنا ما ضمنت إن الامتحان كان جلس مستوى نتيجة لي سوف يرسلوا إن أنت أنا إيمانين نتيجة لي إذا صدون أدب نقول والسنة إن دعي إن كله لكن مر كان إمارة جامعة ده وأنا أركن نتيجة لي إذا أدب نقول فرحي I feel pressure Some friends asking me that question, are you a journalist? Then I said, no, I'm not a journalist, but I'm interested to share with you everything and every event is latest in Mogadishu. Mm-hmm.
I take camera. I'm going some place in Mogadishu, especially Hamarwenes market. And then I meet some of my friends. Then I film it, some famous places. We are shooting the, and then some guys, they said to me, why are you shooting? Then I said, it's not you, I shoot in that building. Then they angered and said, I arrested you. Why you arrested me? I'm not shooting for you. You went to, you went to the police station? Yeah, yesterday. You went to jail? Yeah, in a few minutes only, there's no problem. Okay, I want to tell you someone, the memory card is full. أفرتا أبوان مونا دي قاباي ماقان كيدي ما دي كما دا حالينا هيبو مولاي فورايدي مقدشان كفالون ربا مان تكالي قيدي آنون بين كميدا دينين مراك إلاهيدي سدح بي بدكاقا ميرسان تاهاي عيدا ما ياطي مالاي قيدا بان لغا فغريين تيرا مليوم مادي. The strange thing about living here is that we live on a military base. You know, you don't have all that much freedom. There's always a generator or a vehicle somewhere in the background. The best thing about being in the water after work at 5:30, 6 o'clock is that I'm there watching the sun go down, and I realize that the alternative to that could be me sitting in Nairobi traffic trying to get home from work. When I'm out there, it actually doesn't feel bad at all being in Somalia. The biggest risks you face are kind of suicide bombs and more kind of insurgency type attacks. Is it very near here? The blast. That's the bomb blast. The other side. We just heard a blast. I'm not really sure where it was. The commander's outside on the radio, so we're just gonna wait a few minutes and see. I was just coming here to tell you that we go and see the Somali commander. Okay. You always kind of hear about Somalia being this war zone, but every place, no matter where it is and how bad it is, you realize that there are people living there and who have lived there their whole lives, and you know they don't have a choice. They have to get on with their daily lives. What I guess surprised me the most is really how normal this city is. Mortars? Apparently there were 4 mortar explosions somewhere in the city. We don't really know where. I'm not sure I'm really proud to admit that, but there's definitely something exciting about kind of being one of the only photographers in this city able to cover a place like this. I mean, I grew up in Nairobi, hearing about Somalia all the time, so this place always kind of had this mythical status for me. So it's pretty amazing that I'm now able to live and work here. دقاح طور ماشين كما بقين غيف الماحيراني هنولا طمال مهي دعضو ليسكو موروغ شاكتي موكال كيسا قورتي اركين مرورو فحر حركي ميك باقان تالا يقف نولكو ما مر شاكتيني والله
Every day we make a news about peace, how we can get peaceful, how we can get stability, how the people they become a brothers all. Mogadishu, we need to become like Washington, like Paris, like London. We need to live like peacefully. We need to live as peacefully. For other countries. Modane, hello. Hello. Wow. Lambar kati yawa, kiat kula. Ya ada hada mau gunung. Hei, nikmu gunung yom asmen ani. Iga tak. Jini makata, nanti kau. Jini makata. Anu tiga leh ayat ofario. Baga leh ana. Hei, nikmu makau. Makau leh. Makau makau leh. Mesh ada kasih tali betul kan itu. Mesh ini gay, datuk mesh aku dah. قف كبورة وديننا وبلا توفيق. أوكي وحد يجور بحساب الهبين كي حالي أها مدافع إذا هل كان كسور عذي. دق مثلا دق مهل بولو وهي دقين هين أنت بدل المسلمين تدولة ده. يو يكوي أنا حرم بدل دولة ده لا ينبرن إني قرحي وحسك دعان. يفلك اللي دكوي أمان كم هذا. هذا ما سنت أبو هذا ما سنت. ملاها والله قصيتها لي أمز تنقيها خيقة شمين زرتيها في لقات ورمها أمين أي سيحون هاتجابين حالي هدد في عكسير عم حالي هسي أعرف هذا وربعين دي جارسة تاي وقال إيسا واجر ترني إيسا وهاوير إيسا حالكو عادة سمير إيسا يلا ما أوكي magalada muqdisho laba habeen oo isay xigtay waxaa laga maqlay dhawaaq rasaas culus oo ay weheliyaan saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay hoobiyaasha xalay ku soo dhacay degmooyinka qaar ee magalada muqdisho kuwa faalsa isla markaana la doonayo in shacabka muqdisho lagu qalqalgeliyo hoyo wali ba ma digay dhasho midig talo saaro ayay muhubba gooniya qalbiga milixsi bobtay مركبي محمد ديور ده ما هدي اللي باني أنا إنان مقدشو يكو قبيا وميدان هاريني Since the civil war broke out, a lot of people left the country, especially the intellect. So we had to replace that gap. War wounded patients only used to be received here. Since the emergency cases due to gunshot wounds or due to shell injury has reduced, we see a lot of cases that are elective, not emergency cases. This patient was an eclamptic patient. She was in coma. You can see the baby's low birth weight baby, underweight. She delivered unconsciously. Can you believe if she was in the hands of maybe a traditional birth attendant, she couldn't, I don't think she would have made it, her and the baby, safely. I think until we find enough people to help, I think we have to say that's our duty, placed upon us. The moment a newborn is born safely without any complication, I don't think so there's expression for those kind of words that I can put. The happiness that you see in a mother delivering safely and she's in a good mood and happy that she's safe. Good ending, that's what we're wishing for all Somali mothers living in Somalia and all over the world. جنة محلي يو نار هلباها متسن كاليجيدا
labadaba adama mulo garan masal kase Soomaaliya ma tan qalbiga moogana badane Muqdishana sidii hore ka yelmanta wada hare ismandafka naga sar xumuhu maahan qeyraade ismandafka naga sar xumuhu maahan qeyraade hoyala hoyala ye hoyala ye hoyee